السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نظرا لطلب المشتركين نشرنا لكم معركة 3 ضد 3، ان شاء الله المعركة بتعجبكم. طبعا 3 ضد 3 راح تكون متوفرة خلال شهرين بالتحديث الجديد النازل بشهر 10. يعني بشهر 10 فيك تلعب 3 ضد 3 طبيعي جدا. طبعا على كل حال المعركة هاي بتعتمد على انه يكون شريكك وشريكك فهمانين عليك، يعني الثلاث يكونوا كلهم فهمانين عليك وعارفين الوضع. طبعا هاي 3 مرات لعبتها، اول مرة لعبتها مشان اشوف شو الوضع وانسحبت. ثالث مرة جيت العب فيها لقيت الشريك تبعي ليفل 16 والعدو ليفل 20 و20، ما قدرت العب بشكل مظبوط. ثالث مرة لعبتها قبل ما اخذت على وضعها يعني ونشرت الفيديو. على كل حال المعركة فيها موارد زيادة، يعني زايدين عدد الموارد اللي موجود في الخريطة. طبعا بنقلل الكلام ونخليكم مع المعركة. بس هنعلق على الاشياء المهمة اثناء القتال. Resource container detected. Instruction complete. Place the building. Place the building. Place the building. Resource container detected. Allied base is under attack. Flag is lost. Complete. Resources received. Resources received. طبعا الشريكين اللي ما بتطاوجوا نوب ونوب نوب ونوب شارين ببعض، وانا شكلي هوك الهوا جوز نوبات هم، يعني الشريك الاول نوب والشريك الثاني نوب. وبلش لا عمي انتو جوز نوبات هتخسرون الجيم انا متأكد. طبعا بالبداية بنحط 3 يعني ابراج قناص قريبة من منطقة العلم مشان نقدر ناخذ العلم بسهولة. وفعلا يعني هو بعد حوالي 25 جندي رشاش، يعني لو ما حطيت 3 ابراج مستحيل اقدر اخذه بسهولة. طبعا المعركة مستمرة، وهذا بعد زوري يعني لا سوري مش عارف نوب، ايوه يا كبير نوب نوب هذا الناقص. خلينا مع القتال، خلينا مع المعركة. طبعا العدو ماخذ العلم ومبرطع عليه مش ناوي يتركه. يعني بقول له احمي نفسك انت يا اخضر لا تبلينا، مش ناقصني تموت اول اللعبة، يعني حاول صمد شوي بعدين موت. طبعا نبني المصانع على الجبل، يعني افضل طريقة تحمي نفسك تحط المصانع منطقة عالية عشان في حال العدو هاجمك يعني صعب يوصل للزاوية ويناور فيها، لانه راح يستخدم الفيتركس يطلع على الجبل ويضربك من عن طريق التلة ويرجع، والفيتركس ما راح تبين او يرصدها المضاد الجوي غير بس تاني واحدة وقت تضرب، وهذا الاشي راح يفيد الفيتركس كثير. يعني هتلاحظ في لاعبين محترفين بيستخدمون الفيتركس ويضربون الخصم باستخدام طرق وحيل هي حيلة الجبل، انه بس يضربك ويرجع ما راح تبين. طبعا الاخضر نازل يضيع موارده، انا بعت للول ايوه يضيع له 2000 موارد على الفاضي يبني يارد، ولكن لو سويت لك شوية جيش والله بتقتله. وكل دبابتين ناس ولك شوية اردميل وضحش عليه، بس الحمد لله يعني. ما في حل، بنستخدم الابطال في المعركة. طبعا العدو شاف ثغرة وشكلهم ناويين يهاجمون الاخضر يقتلوه. شافوا لاعب غبي عم يبني مباني بشكل، يعني عرفوا انه نوب، يعني عرفوا انه هان في حيطة ضعيفة، حيطة يقدروا يدمروها، فقرروا انهم يهاجمونا من تحت.
عرفوا مكان ضعيف مشان يهاجمون منه. الحين ما عندي الا خيار واحد، هو اني انزل تحت واتدخل. طبعا الاصفر بعت هليكوبتر، بصراحة الهليكوبتر بعتها كثير مفيدة، هذا اشي انقذنا. طبعا الاصفر شوي لعيب مش كتير، مستوى متوسط. حلو كثير. طبعا بعت كتيبة جنود مشان ارش جنود الصاروخ، طبعا قتلت لي شي 20 جنود صاروخ، ضعفت القوة النارية عبين ما القسم بعت لي دبابة النار وحرق كل جنودي. بس يلا كويس، لسه مستمرين. طبعا في زيوس، في وضع، في كذا، انا عمي مش عارف اسوي، ارتاح اتقدم. المناورة بصراحة صعبة، والاعداء يعني مش ضعيفين، قويين كثير. طبعا نتأكد من انه المنطقة خالية والعدو ما هاجمنا. بصراحة حاليا بدي افك الحصار، بعطي اشارات، بحاول اتحكم. طبعا معاي 2 نوبات هم يعني، بس بردوا يعني، بس تحكي لواحد اشي برد عليك، محترميني يعني. يكون عندك شعور حلو وقت تشوف الشريك اللي معك والشريك اللي معك عاملين لك قيمة، يعني محترمين لك يا زلمة، يعني في احترام. هذا الاحترام يعني بصراحة كثير مفيد، انك تحترم اللاعب اللي عنده خبرة، مشان هذا اللاعب ممكن اذا سمعت كلامه يقودك الى النصر، وايام ممكن تسمع كلامه بتخسر، يعني مش ضروري. طبعا ايوه اجا الخلد، الخلد كتير مفيد، هو عبارة عن حيط مفيد كتير بالدفاع، وابراجه برضو مفيدة. بنرجع تشيكوار لورا، جنود الصاروخ قربوا، الالكترونات قربت، فبنرجع لورا عشان ناخذ وقت. بنحاول فوق وتحت ويمين وشمال، لأن الوضع سيء. ما تمكننا ندمر هجوم الخصم، بس الموضوع ما كان سهل. ما شاء الله كل هذا قتال لحدي، يعني معارك الثلاث ضد ثلاث على توقعاتي ما بنصح فيها، لأنك تخسر كل بوستاتك قبل ما تفوز، شي صعب. لا هاي مولعة. فأمر دا نتدخل، بنرجع تيكوار لورا إنه غض قريب عنها، نحط الخلد قدامهم مشان يوقف الضرب. طبعا الخلد بصراحة مفيد يعني كحيطة، مفيد كثير. الحين بنرجع ورا عشان ما يموتش، نستفيد من قدرته هي صناعة الأبراج، يعني الخلد بس يقرب يموت لا تخليه يموت، استفيد من أبراجه، يعني خليه بعيد عن المعركة، استخدم أبراجه، يعني إنه فائدته كحيطة انتهت، يعني إنه ما ضل فيك كثير اتش بي، يعني نقاط الاتش بي خلصت، فمش انك مستفيد من قدرته، هي انه بعطيك كل دقيقة دقيقتين ثلاث ابراج استخدمهم في المعركة. طبعا بنخلي الخلد بعيد عن ارض المعركة. القدرة الثانية نستفيد منها هي شفاء الجيش، بسرع من شفاء الجيش. هيو صنع برج يعني كثير مفيد. بصراحة المعركة كثير قوية، خاصة الابناء تصوير عالي، كثير الاعداء شدين على حيلهم، كثير في ضرب.
حالة تعبت يعني، مش عارف عنهم الاثنين، عم بتفرج ولا عم برقوا ولا شو بيسووا، انا مش فاهم. حتى الاخضر ملوش حس. لك وينك يا اخضر؟ الاخضر نايم عم بصنع يعني، مش حس. حس حالي بلعب مع نفسي. طبعا برجع الحوت لورا مشان ما يموت. مش هتك الخلد يموت، مع انه كثير ابراج مفيدة. زي ما شايفين كل شوي بنستعمل برج من ابراج الخلد في المعركة، يعني نضل مستفيدين من قدرته. وإذا انتهى الضرب، انتهت المعركة هاي، بقدر استعمل تعزيز شفاء وأعالج الخلد فيه. طبعا هو البوست اللي بيكون عليها زي اللي هي الشفاء، علامة شفاء، هذا بيصلح الوحدات وبشفي الجيش المصاب. طبعا على كل حال هذا التونيك يعني بصراحة قهرني، بدي انزل تحت اضربه. 600 سنة بضرب فيه، حلو كثير جميع الاتجاهات. نرجع الحوت لورا، زي ما حكينا نستفيد من ابراج الخلد ونخلي الخلد يبعد عن المعركة مشان ما يموت. طبعا قتال مستمر والضرب عشوائي بشكل كبير، بس المعركة قربت على نهايتها لاني انا ما عطيت يعني الشريك اللي معي، والشريك اللي معي اخذوا تقريبا 5 دقائق راحة، 10 دقائق وانا عم بقاتل لحالي، فهم اخذوا راحتهم وهسه راح يطلعوا جيش. طبعا الاصفر ساعدني شوي، الاخضر ما كان موجود او كان موجود وانا مش منتبه له، يعني ما ساهم كتير. طبعا الحين الكل هاجم زي ما شايفين، عم نستفيد من قدرات الخلد. طبعا الاخضر بلش يطلع الجيش، يعني بلش يعمل حركاته. طبعا خلاص الوضع تمام هيك، نرجع للخلف، المعركة خلص أوشكت عن نهايتها. ما أنا مش فاهم، العدو بيهاجم من تحت وفوق جميع الاتجاهات. حاليا قررت اني ادمرهم، بدي انهي هالمسخرة يعني خلص. عشان انهي المسخرة هاي لازم ادمرهم. الرجل خد لورا عشان استفيد من قدرته العلاجية، زائد القدرة التانية اللي اله اللي هي انه يعمل ابراج. طب نزل لتحت نعمل زي خط مطرقة، رجع الخود لورا. طبعا الشرط تمرد خطة مع شريكي ان هي اخليه يعمل هجوم، لكن انا بشغل العدو اعمل زي حصار وهو راح يدمر عدو من ورا. الأصفر عم بيطور نفسه والأخضر راح ينهي المعركة. طبعا الأخضر والأصفر خشوا من ورا، الجيش الأصفر والجيش الأخضر، وأنا دمر. أصلا تعرفوا لو ما هاجموا كان ممكن فزت برضه، لأنه أصلا ما ضل جيش عندهم، يعني كل جيشهم مات. أكل حال اللعبة الطالبة مني عمل استطلاع، احكي لنا بطليق شو رأيك بمعارك الثلاث ضد ثلاث، هل انت معها ولا ضدها؟ يا ريت تكتب بطليق رأيكم بالتحديث القادم معارك الثلاث ضد ثلاث. طبعا لا تنسون تحطوا لايك لاني والله بتعب وانا بسوي فيديوهات، يعني بتعب كثير
تستاهل، ممكن هيك تحطوا لايك ولا تنسوا تدعمونا بالاشتراك بالقناة. ان شاء الله مش هنقدر نوصل 2000 مشترك بسرعة. الى اللقاء اصدقائي، حتى نشوفكم في فيديو مقبل بمعركة جديدة. Victory.